ونمشيو للباسكيت اللي نهايه هذا الاسبوع كانت مباراه جنونية، مباراة هائلة ممتازة جدا أمام فريق الأمل الرياضي بالوطن القبلي. نهاية هذه المباراة كانت لصالح نادي صفيقسي بنتيجة 47 مقابل 43. هنشاهدوا مع بعضنا ملخص لهذه المباراة وشنو قال الكوتش محمد أمين برجب واللاعب ثريا العدسي. الجولة الأولى مباراة مؤجلة أمام اللزاهة الرياضية، ولكن باستثناء مباراة شبيبة المنازة تعود مرة أخرى لسوسن الإشبالي، وسد عبير بالغيث وفالو بيري في الافتكاك تحت السلة سهلة ترجع أو أمامنا مريم الترابلسي في الكونتر، مريم الترابلسي تحت السلة سيرين دريدي موجودة في افتكاك الكرة وفالو بيري لكن ما تنجحش، اعتراض دفاعي ناجح، هذه وفاء لوبيري تحت السلة تنجح وفاء لوبيري، هذه الأخطاء الجماعية. ثريا العدسي لربيب العبيدي، هيا لزيز إن شاء الله ما نكملوش نضيعوا برشا نقاط، يعني تتحصل على رمية حرة. علاش ما ناخذوش وقتنا يا شبالي، علاش ما ناخذوش وقتنا؟ هوريزمون تسجلت لكن وفاء لوبيري وانتصار النادي الرياضي الصفاقسي بنتيجه 47 مقابل 43 في مباراه الجوله الثامنه من البطوله الوطنيه لكره السله. مباراه كبيره ونهايه مشوقه.